في يوم من الايام كنت قاعد ماسك الانجيل. في ناس دايما مننا لما بتيجي تقرا في الانجيل اول ما بيخلصوا بيبداوا يحطوا في اخر صفحه وفي عندها الشريطه اللي في الانجيل. انا حظي ان الشريطه دي كانت مقطوعه فحاطط صوره. الصوره دي بقى كانت عن ايه؟ كانت صوره المسيح واقف وبيخبط على الباب. فانا كنت بفكر يعني هل المسيح هو بيخبط على قلبي؟ هل هياخدني بره ويدخلني في ملكوت ولا هل هو هيخش وينظف جوه قلبي؟ فتخيلت كده ان المسيح جايب لي دعوه فرح ان انا اروح احضر فرح. فرح ده عنده في السماء. فخلينا كده نشوف الدعوه دي ممكن تكون مكتوب فيها ايه. يتشرف السيد المسيح بدعوه حضراتكم لحضور العرس السماوي لابنه المبارك التايب. تخيل معايا اورشليم بتفتح بابها عشانك وكل صفوف السمائيين حاضرين ومحدش غايب. وقبل ما تخبط بايدك يجي ملاك اسمه الكروبيم يفتح لك الباب. روحك تخطي في السماء خطوه ومن فرحتك مش مصدق وقلبك طاير ودايب. يا بختك يا بختك يلي فرحك هيبقى في السماء. طباك طباك يلي هيبقى ليك في السماء نايب. ومع تاني خطوه تخطيها تلاقي في استقبالك الملاك ميخائيل يناديك باسمك ياخدك في حضنه ويحط في ايدك خاتم جميل. وزي حكايه الابن الضال وفرح وابوه اللي كان ملهوش مثيل اهو فرح السماء اجمل منه واجمل مليون مره من عرس قانا الكريم. ومع تالت خطوه تخطيها تلاقي صفوف الملائكه جنود ماسكين ضفوف ذهب في ايديها وريحه المكان تبقى بخور وحنوت. و24 قسيس واقفين وتيجان لابسين رمز الكهنوت يقولوا مبارك الاتي باسم الرب. تلاقي الكل بيعمل بطانية سجود. ويجي لغاية عندك الروماني مريجيركس بيقرب منك وجايب لك في ايده حصان علشان تبقى فارس زيه ويحكي لك عن سيدك زمان. ان كان يسوع دخل اورشليم القديمه بجحش ضعيف وابن اتان فده علشانك لما تدخل الملكوت تدخل بحصان ابيض جميل رهوان. ومع رابع خطوه بتمشيها يفاجئك المكان بحلاوه بخوره. استير بتفرش لك على الارض ورد جايباه من قبر المسيح لسه في ريحه عطوره. وخطوه خمسه منك كمان تشوف داوود واقف في ملء نوره صوابعه بتقرب من قيثاره اوترها في استقبالك بتعزف لحن يقول. والخطوه السادسه ما تتنساش العذراء بجمالها يا عيني عليها. تشيل الشال الازرق من على راسها وتلبسه لك زي البدله بايديها وتلمس راسك بتبارك لك فتبركك ودموع الفرحه ماليه عينيها. وزي ما بيعملوا في اكليل الكنيسه تاخدك من ايدك وتسلمك بايديها للي فديها. والخطوه السابعه يعني الكمال يعني يسوع وفاتح حضنه ليك. اروع جمالا من بني البشر اجمل حاجه ممكن تشوفها عينيك. وانت من المفاجاه ما بتبقاش عارف تحضنه ولا تسجد له ولا تلمسه بايديك. تلاقي كل اعمالك تتحول كرول الطيب وزي مريم اخت مرسى امد راسي امسح رجليك واقول لك يا الهي ها هو وصل عطره قربانا لروحي اسكبه عند قدميك. مش قادر انطق خلاص مش قادر انطق خلاص ولا قادر الاقي كلمه توصف جمال المسيح. اجمل فرح في الدنيا اجمل فرح في الدنيا عشته وشفته بعينيا. لو انت غرقان لشوشتك وتايه في بحر الخطيه خلي جواك ايمان خلي جواك رجاء انك تقدر بيسوع تدوس وتمشي على الميه. وزي ما عزمتكم على فرحي النهارده مستني تعزموني على فرحكم اللي في السماء لكن بعد التوبه والرجوع. وان كان شعري وكلامي سمكتين فانا مؤمن ان يسوع هيبارك ويتوب ال5000 ويرجع باقي الجموع. وزي يوحنا الحبيب ما ختم سفر الرؤيا هختم معاك واقول امين تعالى ايها الرب يسوع.